بعت السؤال، هي بعتالي كطبيب ولا كايه؟ مش عارف، انا متعجب جدا. يعني هي عايزه تخلف ولد عشان عارفه البنتين هيتجوزوا ويمشوا، وهي عايزه الولد يساعد اخوه اللي هو المعاق، وبتقول انا لو انا خلفت يعني اوحت جوزي ومخدش الحبوب منع الحمل وخلفت هبقى ست مش كويسه، اني ما اسمعش كلام جوزي والطاعه والكلام ده كله. انا هجاوبك على قد علمي، على قد علمي. سيبك من الشق الديني، انت هتسمعي كلام جوزك ولا لا، ولا حرام ولا حلال، ده مش شغلتي. سيبك يا بنتي من الشق الديني، تعال نتكلم تختاري ايه، بالعاطفه ولا بالعقل؟ تختاري ايه؟ العاطفه ربنا حذرنا منها، حذرنا في القران كله منها اكثر من مره وكتير جدا، ولا تتبعوا الهوى. الهوى هو العاطفه. انا بمتحن ثلاثه هعين واحد انا بحب ده قوي اروح واخده، هذه هي هوى، اخش جهنم. فلان انا هديله اكتر من فلان عشان بحب ده، هذا هوى. فالعاطفه يعني كويسه وكل حاجه والحب جميل وكل حاجه وغنوا له كتير، بس خطر. فاجاوبك بايه؟ بالعاطفه هقول لك خلفي. تجيبي واد، طب افرضي ما جاش واد، افرضي جت بنت هتتجوز وتسيب اخوها برضه، هتعملي ايه؟ هتلطمي؟ طيب بالعقل، الا يمكن ان تتكرر الاعاقه في اللي جاي؟ يبقى بدل ما عندك واحد معاق بقوا اتنين، هتخدمهم ازاي؟ يا بنتي جوزك على حق، جوزك فكر، جوزك شغل مخه ما شغلش قلبه، شغل مخه. ان احنا لو جه واحد مش عرفك هيجي شكله ايه، مش عرفك، هذا في علم الغيب. بعدين عندك بنتين كويسين حلوين، هيجيبوا لك اتنين، هيبقى عندك اربع عيال، اتنين بنات وجوازهم دول ولادك، وكلنا هناخد بالنا من الولد المعاق ده لانه جوه عنينا، ده جوه عنينا وجوه قلبنا، مش هنسيبه. بس انا اعتقد ان جوزك اصح في تفكيره منك، انت استخدمتي الهوى لكن هو استخدم العقل.